ضوء على قضايا الساعة بإذن الله. ربنا يخليك يا دكتور. دكتور أبدأ معاك النهاردة، احنا شايفين القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي خاصة بعد 6 أعوام مضت من رئاسته لمصر، شايفين إنجازات كتيرة جدا على أرض الواقع، بالمقابل شايفين تحديات. فرؤيتك أنت كرجل سياسي وليك باع كبير جدا في العمل السياسي والعمل التنظيمي في مصر، كيف ترى هذه الإنجازات وبالمقابل التحديات خلال الأعوام الماضية؟ خليني أوجه تحية للرئيس السيسي على حرصه في ال5 أيام الماضية أن يشير في افتتاح عدة مشروعات إلى اسم المرحوم الفريق العصار، وأن يتم تكريمه بإعطاء رتبة فريق، ويصر الرئيس السيسي في وفائه وإخلاصه للقوات المسلحة ولمصر والمصريين والقيادات التي كان لها دور تاريخي، أن يطلق على عدة مشروعات اسم الفريق العصار. وإحنا طبعا يعني بنتوجه لمصر كلها وللرئيس السيسي بالعزاء في هذه الشخصية المحترمة اللي كان ليها دور غير عادي في أحداث يناير، في السيطرة على كثير من المخططات اللي كانت يعني تحيط بمصر في ذلك الوقت، وإلقاء الضوء أمام كثير من القيادات السياسية على جوانب غير معلومة للجميع، لأدوار خفية لجهات أجنبية ما زالت للأسف حتى هذه اللحظة تتواصل مع تيارات التطرف الديني في المنطقة لهدم فكرة الدولة. هدم فكرة الدولة هو كان السبب في أحداث يناير، وهدم فكرة الدولة هو كان السبب اللي حصل في سوريا، وهدم فكرة الدولة هو السبب اللي حصل في اليمن، وهدم فكرة الدولة هو السبب اللي حصل في ليبيا وفي العراق. ولذلك لو رجعنا أحاديث وخطابات الرئيس السيسي حتى في لقاءاته الثنائية أو الثلاثية أو في اللقاءات المغلقة، كلمة الدولة ستحتل أكبر نسبة من كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي. صحيح. لأنه المخطط كان واضح جدا، لما تبص على الخريطة تلاقي هدم الدول الكبرى كان يسير يعني معول هدم في وقت قياسي، سقطت الدول كما تسقط أوراق الدومينو كما يقولون. يعني يا دكتور المخطط الحالي لتفتيت الدول العربية، وخلينا نتكلم بمنتهى الصراحة النهاردة، الهدف هو تفتيت قوة عربية أو الجيوش العربية بوجع عام. شفنا اللي حصل قبل كده في 2003 العراق، وشفنا النهاردة سوريا، وشايفين المشاكل اللي بتحصل في ليبيا، وشايفين من الجنوب وخلافه. يعني خلينا نتكلم بمنتهى الصراحة، يعني اللي فيه مخطط صهيوني بدعم من أجهزة استخباراتية لوقيعة العرب بوجع عام، وكنا بنتكلم عن حروب الجيل الرابع والخامس، وأيضا خلال الفترة اللي فاتت شفنا قد إيه أصبحت المنطقة ملتهبة، وكل هذه الالتهابات وراها أجهزة معنية تريد وقيعة المنطقة والأخص وقيعة مصر في منحدر صعب جدا. لا لا، هو الحقيقة يعني التسمية المجهلة غير مطلوبة للولايات المتحدة الأمريكية في وثائق رسمية جدا وفي اجتماعات رسمية مسجلة نشر بعضها، كان لديها مخطط أن يجيء الرئيس أوباما لكي يطبق فكرة الشرق الأوسط الجديد، وكي يطبق المخطط القديم الحديث في تفتيت الدول الكبرى العربية وتحويل المنطقة العربية إلى ما يطلق عليه الموزايكو، الموزايكو أو الفسيفساء. إنك تبص على سوريا تلاقي حتة شيعية وتلاقي حتة سنية وتلاقي حتة كردي وتلاقي حتة درزي وتلاقي حتة مسلم وتلاقي حتة مذهب كذا. هو الموزايك اللي كان مطلوب ده، أن تتحول دول الكبرى